صار. أنا كنت وعدة حالي ما أحد يحيد الحكي، خليون هيك جواتي وربي بس ياخد لحقي. بس كل ما أفتح كل ما أشوف إنجن تردت من دبي، إنجن تردت في لبنان. خلينا نبلش بقصة لبنان. بقصة لبنان أنا معي إقامة مجاملة، أنا بدق لي أمن العام بيقول لي تفضلي لعنا، بروح أنا بيقول لي 15 يوم بدك تغادر برات البلد كرمال بس إنه ما فيك هيدي الإقامة، إنه خلص خلي كفي ليك في ليك. ولما طلعت برات البلد ما كنت عارفة شو القصة كلها. آخر شي بخبركم شو قصة لبنان. بدبي والله العظيم ما عملت شي، والقرآن الكريم وحياة صحة أهلي بدبي ما عملت شي. كنت مصاحبة شخص شيخ أوكي، ما أظهر على مطرح وكتير كنت خاف لأنه كتير نبهوني. بين يوم وليلة إجوا أخذوني غمضوا لي عيوني كلبشوني. كنت مع مدير أعمالي وبنت قاعدة معنا أخذين أوتيل لأنه هونيك كتير غالي، فاضطرينا ناخد كرمال ثلاثتنا ندفع سوا. أنا ماني عندي شي والله العظيم، إنه بس يمكن مرة واحدة قلت بحذركم حزورة شفت تحت التنورة كرمال. حكيت لا يعني البنات أصلا بيطلعوا على دبي كرمال يروحوا يشتغلوا، صح ولا لا؟ معروفة هونيك أصلا. أنا سهرت وشفت شوفي بدبي اللي بصير. أنا بيجي بتكلبش، كنت نايمة بفيقوني من النوم، واحدة لابسة أسود وسبعة لابسين أبيض، نايمة أنا بتفيني. أنا ماشي حاسة مين، فكرت حالي متت راحت عليك الدنيا. في عم صرخ عم بفكي عم بعمل هيك باخد أعصاب أنا، فما ما بعم بعرف شو عم بصير يعني حس حالي نايمة هيدا حقيقي ما بعرف شو عم بصير. فبس يلا دبي غراضي، غمض عيوني وتكلبشت ورحت. أنا ما بعرف شو في مني هم شي. كتير كان بعيد خدونا على مطرح بس انه مضي وبقى ما هيك عم بعمل يعني ما ودغري حبسوني. بس فرجيتهم انه انا باخد دواء اعصاب لانه عملوا لي تحليل كمان شكله بدنا نشوف ثبت عضه طول وضع عضه يعني طلع انه باخد دواء اعصاب. فرجيتهم الورقه وشافوا كل شيء وتوقفت. ما استرجع حتى اسال انه انا يعني ليش يعني اول مره بحياتي بتصير معي انه تجي تكلبش تغمض عيني وانا ماني عامل شيء والله ما نعملش. فأول يوم أنا بخاف كتير نام لحالي، فحطوني بغرفة ماشي بس هيك جيبولي أكل ما حتى ما أقدر أكل. تاني يوم